الرمان الإسرائيلي في الإمارات يعلن عنه بعلم جيش الاحتلال. سقطت آخر جدران الحياء، سقطت آخر جدران الحياء، وفرحنا ورقصنا وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء. لم يعد يرعبنا شيء ولا يخجلنا شيء، فقد يبست فينا عروق الكبرياء. سقطت للمرة 50 عذريتنا دون أن نهتز أو نصرخ أو يرعبنا مرء الدماء. ودخلنا في زمان الهرولة ووقفنا بالطوابير كأغنام أمام المقصلة، وركضنا ولهثنا وتسابقنا لتقبيل حداء القتلة. جوعوا أطفالنا 50 عاما ورموا في آخر الصوم إلينا بصلة. سقطت غرناطة للمرة 50 من أيدي العرب، سقط التاريخ من أيدي العرب، سقطت أعمدة الروح، سقطت كل مواويل البطولة، سقطت إشبيلية، سقطت إنطاكية، سقطت حطين من غير قتال، سقطت عمورية، سقطت مريم في أيدي الميليشيات، فما من رجل ينقذ الرمز السماوي ولا ثم رجولة. لم يعد في يدنا أندلس واحدة نملكها، لم يعد في يدنا أندلس واحدة نملكها. سرقوا الأبواب والحيطان والزوجات والأولاد والزيتون والزيت وأحجار الشوارع، سرقوا عيسى ابن مريم وهو ما زال رضيعا، سرقوا ذاكرة الليمون والمشمش والنعناع منا وقناديل الجوامع، تركوا علبة سردين بأيدينا تسمى غزة، عظمى يابسة تدعى أريحة، فندقا يدعى فلسطين بلا سقف لا أعمدة، تركونا جسدا دون عظام ويدا دون أصابع. لم يعد ثمة أطلال لكي نبكي عليها، لم يعد ثمة أطلال لكي نبكي عليها. كيف تبكي أمة أخذوا منها المدامع؟ بعد هذا الغزل السري في أسلو خرجنا عاقرين، وهبونا وطنا أصغر من حبة قمح، وطنا نبلعه من غير ماء كحبوب الإسبرين. بعد 50 سنة نجلس الآن على الأرض الخراب، ما لنا مأوى كآلاف الكلاب. بعد 50 سنة ما وجدنا وطنا نسكنه إلا السراب، ليس صلحا ذلك الصلح الذي أدخل كالخنجر فينا، إنه فعل اغتصاب. ما تفيد الهرولة؟ بالله عليكم خبروني ما تفيد الهرولة عندما يبقى ضمير الشعب حيا كفتيل القنبلة. لن تساوي كل توقيعات أسلو خردلة. كم حلمنا بسلام أخضر وهلال أبيض وببحر أزرق وقلوع مرسلة، ووجدنا فجأة أنفسنا في مزبلة، ووجدنا فجأة أنفسنا في مزبلة. من ترى يسألهم عن سلام الجبناء لا سلام الأقوياء القادرين؟ من ترى يسألهم عن سلام البيع بالتقسيط والتأجير بالتقسيط والصفقات والتجار والمستثمرين؟ من ترى يسألهم عن سلام الميتين؟ أسكتوا الشارع واختالوا جميع الأسئلة وجميع السائلين. وتزوجنا بلا حب، وتزوجنا بلا حب من الأنثى التي ذات يوم أكلت أولادنا، مضغت أكبادنا، وأخذناها إلى شهر العسل وسكرنا ورقصنا واستعدنا كل ما نحفظ من شعر الغزل، ثم أنجبنا لسوء الحظ أولادا معاقين لهم شكل الضفادع، وتشردنا على أرصفة الحزن فلا ثمة بلد نحضنه أو من ولد. لم يكن في العرس رقص عربي أو طعام عربي أو غناء عربي أو حياء عربي، فلقد غاب عن الزفة أولاد البلد. كان نصف المهر بالدولار، كان الخاتم الماسي بالدولار، كانت أجرة المأذون بالدولار، والكعكة كانت هبة من أمريكا، وغطاء العرس والأزهار والشمع وموسيقى المارينز كلها قد صنعت في أمريكا. وانتهى العرس ولم تحضر فلسطين الفرح، وانتهى العرس ولم تحضر فلسطين الفرح، بل رأت صورتها مبثوثة عبر كل الأقنية، ورأت دمعتها تعبر أمواج المحيط نحو شيكاغو وجيرسي وميامي، وهي مثل الطائر المذبوح تصرخ: ليس هذا الثوب ثوبي،
ليس هذا الثوب ثوبي، ليس هذا العار عاري، فمن ترى يسألهم عن سلام الجبناء لا سلام الأقوياء القادرين، من ترى يسألهم عن سلام البيع بالتقسيط والتأجير بالتقسيط والصفقات والتجار والمستثمرين، من ترى يسألهم عن سلام الميتين. بيع الرمان، الله غالب.